طبعا احنا هلا وين؟ تايلاند. اي مدينه؟ بتايا. بتايا في بتايا هذا مركز بتايا. اول مره نحن قدام مركز الشرطه الاخ من الكويت. احكي لي شو صار امبارح معك؟ انا البارح هني بالعرض قاعد اتمشى على البحر. ايوه. ما اشوف الناس تركض. واحد امريكي قال محفظتي انباقت. يوم اتفقد انا بعد محفظة مالتي ولا الصج؟ وقت حاطط محفظتك؟ نفس البنطلون. طب شك كان مشقوق شيء حاجة؟ لا لا لا. مشقوق ولا شيء، فاتحة كذي. الباسبورت مو موجود، باسبورت بالاوتيل. باسبورت كم بالاوتيل؟ بالاوتيل. يوم ان رحت انا سيدة فتشنا مني، لقينا بالحاويات محافظ مسدودة مقطوطة. محفظتي مو موجودة، درنا على الحاويات اللي هني كلهم. محفظتي غالية، ماخذ حوالي 4000 باط المحفظة بس بروحها، وفي المحفظة حوالي 5000 باط و120 دينار كويتي. انا مال اي بوكس داخل الغرفة مالت الاوتيل. داخل هم الفيز يعني في المحفظة المفتاح. المفتاح مو رقم سري. مفتاح مفتاح افتحه يدوي. والمفتاح بالمحفظة كمان. المفتاح حاطه بالمحفظة. والكرت البنك بالمحفظة. وبطاقة المدنية والليسن. هذا الفلوس قول راحت الموجودة. راح رحت انا اساس احط الكرت مال الكويت اوقف عملية السحب. بس ما عندي المفتاح. نطرت الصبح. يوم صار الصبح فتحت التجوري، جبت واحد مختص. ايوه فتح الخزانة. بطل الخزانة وغير القلب. ايوه. وحطيت الكرت مال التليفون مال الكويت. ولا اشوف تجيني مسجات. مسجات كثيرة يا. من نفس الوقت اللي انسرق مني المحفظة. اين المحفظة؟ والحين تحقيق وقاعد يطالبون. بس لازم يشوفون بالمكاين من وين سحبت الفلوس، ومنو الشخص اللي سحب، حق منو تحولت الفلوس. طيب هن انت مسموح لك قديش؟ ما في مبلغ محدد سحب؟ محدد عندنا بالكويت 2000 دينار بس. ايوه. وهو سحب اكثر الله حاليا اكثر من المبلغ اللي محدد. 5000 دينار. 5000 دينار. وهذا مبلغ زياده. يعني المفروض ان العمليه حتى بالبنك بالكويت يوقفونها. طبعا. انا مو مسموح اكثر من 2000. مو طبيعي. صح. يعني السحب بدقائق. ايوه. المبلغ بدقائق دقائق ورا بعض يعني. ورا بعض. وبعدين النمبر السري مو موجود عندي بالذاكره بمخي، مو محطوط بالمحفظه ولا بالكرت. يعني حاطه براسي. رغم ذلك انسحب مني هالمبلغ. يعني هلا مبلغ يعني المجموع تقريبا هلا حوالي 15000 دولار. 15000 دولار زائد الفراطه كانوا بالمحفظه، ما هي تقريبا حوالي قول 300 دينار. 300 دينار يعني حوالي 1000 كمان، يعني حوالي 16، يعني المجموع 16000. والكارد البنك والفيزا كله راح. كله يا اخي الله يعوض عليك. شو اقول لك والله ما بعرف. يعني انا الاخ يعني التقيت فيه انا هون بالصدفه بمخفر الشرطه. انا كمان كان في عندي موضوع، بس الحمد لله انا موضوعي كان سهل ونحل بسرعه. فالتقيت شفته عم بيحكي مع الشرطه على وضعه، فصار هيك تعرف علينا. كيف عم بشوف معامله الشرطه؟ جايين الحمد لله. يعني عم بيساعدوا، يعني عم بيساعدون، قاعد يحاولون يحاولون يبحثون. برافو كويس، هذا شيء. وان شاء الله يلقون شيء. بتمنى لك انه يشوفوا يقمشوا هذا ان شاء الله يصيدون هذا اللي، وكمان الله بيعوض. الله يسلمك. مشكور. شكرا. هلا حبيبي.